مرحبا ومرحبا بكم متابعي قناة سوس تي في في حلقة جديدة من برنامجكم جمعيات بلادي. جمعيتنا اليوم تتمحور حول رعاية وإدماج الطفل المعاق الحامل للإعاقة في المجتمع، وهذا علاش توجهنا للسيدة بثينة برمضان باش تحكي لنا على الجمعية هذه وتعرف لنا. عاصمة مدام بثينة. صباح الخير، مرحبا بكم. بثينة برمضان، كاتبة العامة للجمعية التونسية لرعاية وإدماج الأطفال حاملي الإعاقة. جمعيتنا تتلهى بصغيرات عندهم احتياجات خصوصية، هما صغيرات يا إما مدمجين في المدارس العادية وإلا صغيرات نحضروهم للإدماج في المدارس العادية. عندنا زادة صنف آخر من الأطفال اللي نهتموا بهم، هما صغيرات تم إدماجهم ولا صعيب أنهم يواصلوا التعليم متاعهم، نوليو نهيئوهم للإدماج الاجتماعي ونحاولوا معناها باش نعملوا لهم أنشطة متاع ورشات باش نهيئوهم للمهنة اللي باش يحترفوها نهار آخر. ليش عندها الجمعية من اللي تأسست؟ تأسست عام 2011. أما بالنسبة لانطلاق المركز سنة ثالث عام. الأنشطة اللي تقوم بها الجمعية للصغيرات في شنو فيش تمثل الأنشطة والأنشطة اللي عملتوها قبل المانيا؟ قبل تأسيس قبل فتح المركز كنا جوست نعملوا في مش مخيمات، عملنا جورني للتحسيس بالإعاقة. عملنا يوم تكويني للمعلمين والمربين بالنسبة في المجال متاعنا بيان سور، كان نشاطنا جزء تحسيس وتوعية للأولياء وللإطار التربوي. من بعد كي ولا عنا حلينا سنتر متاعنا ولا عنا دورة تكوينية طيلة عام كامل نعملوها مع ليزيدوكاتريس الموجودين معنا، ونستدعيو زاد المعلمين اللي باشروا في تلامذتنا وفي تلامذة اخرين، نعملوا دوره تكوينيه مفتوحه، فهمت؟ باش خاطر الادماج كله هو جديد وجاء بدون سابق تكوين للاطار اللي باش يتلهى بالصغيرات هذوما. معلم عادي ما عندوش تكوين في مجال الاعاقه صعيب عليه ياسر انه ينجم يتعامل مع الصغيرات هذا، دونك يلزم التكوين. التكوين المعلم باش ينجم هو يتعامل مع الصغيرات هذوما، خاطر ماهوش كي يجيك صغير مثلا متوحد يلزمك تفهم مشاكله شنية، تفهمه اذا كان عيط علاش عيط، كيفاش تنجم تتعامل معاه باش تهديه. فما برشا حاجات ينجم صغير في وقت ما يقوم يعيط ما تفهموش علاش، كيف يعاود غدوه يلزمك تعرف اللي هو راهو صغير سونسيبل ياسر سوبو الوقت هذاك، فما نقوز يوتروا ولا فما حاجه، صغير سونسيبل لحاجات معينه. اذا كان المعلم ماهوش متكون ما يعرفش لي زوتيست شنو هما الحاجات اللي تقلقوا، ماهوش باش ينجم يكلم الصغير هكا وماهوش باش ينجم يواصل الدرس، لو الا باش يولي الصغير هكا يعيق سير درس كامل، باش يولي يضر حتى زملائه. دونك يلزم تكوين، يلزم تحضير للأصدقاء التلميذ اللي باش يستقبلوا صديق ليهم معناها مختلف عليهم شوية، يلزمنا نقول ونأكد أنه صغير مختلف على صغيرات أخرى، كل صغير وخصوصياته. بالنسبة للجمعية شنو أهم النقائص اللي تشوفها؟ كي نحكي عن نقائص نكتب جريدة، برشا نقائص. نقائص مادية ونقائص في التعاون مع الوزارات، المهتمة وزارة التربية وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية، بحكم ظرف البلاد وكل بحكم الجمعية زادة مازالت صغيرة ومازلنا الحقيقة احنا بنفسنا مازلنا ما دقيناش برشا بيبان. بالنسبة للجمعية متانا عنا ناس وقفوا معنا ياسر، نذكر منهم سي علي جبالي، مربي مختص عاوننا ياسر على طيلة ملي حلينا السنتر، هو اللي يجي يكون في الصغير في ليزيدوكاتريس
ويعلم فيهم يعني القواعد العمل مع الصغيرات المعاقين. سي محمد ليوان ما ننساش، سي دكتور شمس الدين حمودة عضو معنا وقف معنا ياسر في انطلاقة العمل، ما ننساش دكتور نوف القدور، دكتور منال دردور، يعني ثلة كبيرة جاءوا عملوا لنا تكوين للمجموعة اللي يخدموا معنا بينيفول، ناس متطوعين. نشكر الأستاذ حمد بن رمضان رئيس الجمعية اللي ناظر باش وصلت تأسست الجمعية متاعنا. هذا هو يعني مدام مشكورة.